الأستاذ الرماح محمد الدحنوش من رئيس منظمة أسر الشهداء بالزنتان طلب الكلمة، فنرحب به ونطلب منه الحضور للمنصة لإلقاء كلمة بالمناسبة يتكلم عن حقوق كلمة ستتناول حقوق الشهداء أمام المجتمع الليبي والدولة الليبية، فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رماح محمد الدحنوس رئيس منظمة أسر الشهداء طبعا قبيلة الزنتان أو مدينة الزنتان أو بلدية الزنتان. معايا حاضر الأخ سيد إبراهيم عمر حسين أبلي زوج الشهداء، شهيد طبعا 22/8/2011 وشهيد 27/10 محور طويشة، وكذلك السيد إبراهيم عندها قائد ديداني استشهد في شهر 3 في محور طويشة. بسم الله والصلاة والرسول الله. أولا نحييكم على هذا الحضور الكريم ونترحم على كل شهيد قدم نفسه في سبيل الوطن وفي سبيل مبادئ ثورة 17 فبراير، وكذلك نحيي كل من دافع وكل من رد قوي على الرئيس الفرنساوي اليميني المتطرف وعلى رأسه السيد طيب أردوغان رئيس تركيا، بالرغم المصالح اللي يعني تجمع مع فرنسا، ولكن رد قوي. ونحيي دولة الكويت على مقاطعتها للمنتجات الفرنسوية، ونحيي الغرب الليبي المظاهرات اللي خرجت ضد الرئيس الفرنسي وليس ضد الشعب الفرنسي بل الرئيس المتطرف عدو الإسلام والدين، ونلعن كل الألسنة اللي خرجت واللي كانت في يوم الأيام تبجع علينا بمعناها انتماها لسيدنا محمد رسول الله. بارك الله بكل من على الأقل دافع، وهذا نعتبرهم حتى هو يعني جبهة، وحتى ولو الناس اللي استشهدت في سبيل الدفاع على الإسلام والعروبة ومبادئ الإسلام والمسلمين. احنا اليوم نحيي كل التحية في الأخوة في مصراتة وعلى رأسهم السيد عميد البلدية والمجلس البلدي والمشايخ والعيان، وكذلك السادة الحضور الساسة الأخوة والأخوات من محاميين ومن مستشارين ومن محللين سياسيين. كنا الحقيقة أن يعني على الأقل نتبعوا فيهم في كل المحافل الدولية وفي كل دعات، ولكن اليوم الآن الصدف جمعتنا بهم، ونحييهم على وقوفهم الجبار ومن 2011 إلى عند 2020 مع يعني ثورة 17 فبراير، وكذلك وقوفهم ضد الاعتداء اللي حصل من يوم 4/4 على مدينة طرابلس، ودفاعهم على كل حقوق وأهل طرابلس وعاصمتنا الحبيبة. احنا كنا فخر واعتزاز ان قدمنا اولادنا في سبيل الوطن، في سبيل الحرية، في سبيل التداول السلمي على السلطة، في سبيل الحقوق. لم نكون في يوم من الايام معتدين ولا اولادنا معناها ظلمة، بل كنا مدافعين على الإسلام وعلى الحرية وعلى يعني على الأقل التداول السلمي ونهاية الدكتاتورية. في 2011 يعني أولادنا أنه أعظم دكتاتورية في شمال أفريقيا وفي معناها الوطن العربي، وفي 2019 يعني دافعوا على عودة الديمقراطية من جديد وقدموا صدورهم ورؤوسهم عارية ودمائهم، وكانت الطائرات الفرنسوية الرافال والميراج 2000 والإف 1 وصواريخ الكورونيت اللي كانت من فرنسا قدمتهم للمجرم الحرب حفتر بالاعتداء على مدينتنا، وانتم قريتوا ما حصل من تهجير ومن قتل. والآن الجرائم اللي حصلت، أنا كنت على رأس لجنة مشيت لمرزق وشهدت ما حصل في مرزق، 40 شخص في يوم واحد تم قصفهم بالطيران، وأعمارهم كانت من 10 إلى عند 70. والآن انتم رأيتوا ما حصل في جنوب طرابلس في العزيزية وفي يعني مشروع الهضبة مع اعتداءات، وكذلك زرع الألغام اللي زرعت الآن للأهالي وللأطفال. يعني بالأمس القريب كانت معناها الأطفال تموت والعائلات والأسر، يعني الحقيقة كانت جريمة كبيرة جدا جدا. والآن المؤامرة اللي الآن تحصل لن نسكت. احنا كأسر الشهداء وكأهالي الشهداء والمقاتلين وغرف العمليات على ما يحاك الآن من مؤامرة ضد ثورة 17 فبراير، والآن أنتم على أبواب المؤامرة اللي ممكن تحصل في اليومين الجايين في تونس ولا في غيره. كانوا معناها يرضوا
في 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 النظام السابق، وفي احنا ثورة 17 فبراير اعطت الحرية لكل الليبيين، اعطت السلطة لكل الليبيين، حتى اللي كان ينعتوا فيه بالقدارة وينعتوا فيه بالعبد اعطيناه احنا منصب وخذاه اعظم المناصب واعظم يعني المراكز، ونعت ثورة 17 فبراير بالنكبة، والان قدروه الان بالنسبة نرى فيها محكمة الجنايات الدولية تم انشاها من اجل الاوروبيين ومن اجل المترفعين، ليس من اجل المسلمين العرب، لان الى هذه اللحظه حتى اللي في يوم من الايام كان مرفوع ضده اشاره ولا قبض ولا كذا، بالامس القرين تم اعفاه على عقيله صالح، وهذا احد مجرمي حرب الاعتداء على طرابلس 2004. احنا لن نرضى بان تريح دماء اولادنا وشبابنا ومقاتلينا وغرف عملياتنا هباء منثور. والان النظام السابق انتم عارفين الان في بعض وزارات اللي حاصله، وبعض الوزارات ناقصها صوره معمر القذافي وصوره معناها والعالم الاخضر. كل الان الامور اللي حصلت في 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 طرابلس من سرقه ومن اعتداء، اولادنا في الجبهات ويقاتلوا ويردوا في العدوان، ولكن فيه ناس مخانب سراق سرقوا امر الليبيين. احنا اسر الشهداء اضعف 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 وزاره اعطونا هي الان ليس لها حوى ولا قوه. اين حقوق اسر الشهداء في ليبيا؟ لم يتقاضوا اي بالضبط الان من 4/4 الى هذه اللحظه لم يتقاضى اسر الشهيد اي مرتب ولا اي مساعده لكذا. الان المفروض اسر الشهداء وزاره تكون وزاره مفوضه اللي هي وزاره اسر الشهداء، وتكون وزاره رقابيه على المخالب وعلى السراق، لان احنا في حل من حصل في ليبيا، لان احنا كنا سبب سلمنا السلطه لكل الليبيين، وتم انشاء المؤتمر الوطني وتم انشاء البرلمان، هم هذول السبب في 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 الحرب، هم السبب في الاعتداء، هم السبب في يعني على الاقل الانتهاكات اللي حصلت، لانهم دخلت ناس معناها قاعده خواطرها وقاعده عقولها قاعده مومنه، وبقضيه معمر القذافي وبرجوع للنظام السابق، واحنا في حل من الكلام هذا. بارك الله فيكم الاخوه السياسيين، الاخوه الاعلاميين، الاخوه المحاميين اللي الان دفعتوا بقوه وكنا نشاهدوكم، واليوم انا قاعد نزعمكم نحملوكم مسؤوليه دم اولادنا، ان تستمروا على نفس النهج. احنا الان ما ينسج رانا في حل منه، في حل من وليام ولا من برجيت بارد ولا من صوفيا لورين ما كذا، هذه عقرب الريح الان تكلفت بعد من كذا، هي اللي هتكتنا وهي اللي بتريح دم اولادنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير واحسان، شكرا على شكرا استاذ الرماح على هذه الكلمه. تفضل دكتور الياس، مشكورا وارجو عدم الاطاله لعامل الوقت. نعم شكرا استاذ الباسط، ايضا بعجله انقل تحيات نالوت واهلها الى تراب الى مصراتة، رمز التضحيه والايثار، وايضا وجود نخبه من التجمع الوطني الليبي الان تحت رئاسه الدكتور خالد الصغير. هنا كانت لي ورقه للمشاركه للاسف، ولكن نتيجه عدم التنسيق المسبق بعنوان اسس نظام المحكمه الجنائيه الدوليه، ولكن هنا اركز على الجانب السياسي في هذه القضيه. هناك مفارقات هنا اركز عليها، لو سمحتوا قليل الانتباه. انظروا الى 2011 كيف تعاملت محكمه الجنايات الدوليه، وايضا كيف تعاملت المجتمع الدولي، تعامل المجتمع الدولي مع قضيه الثوره اثناء 2011. اجتمع المجتمع الدولي وايضا المنظمات وراسها ايضا جامعه الدول العربيه عندما اسرع في انهاء او مشاركه معاناه الشعب الليبي من ظلم نظام القذافي. كانت هناك ليس حبا في الشعب الليبي، ولكن كانت هناك نيه مبيته بانهاك الشعب الليبي وامكانياته وقدراته. بالمقارنه ايضا في 2019 و2020 عندما شاهد المجتمع الدولي جميعا الانتهاكات من تعذيب وقتل وتشريد ونزوح وتهجير على مرأى ومسمع المجتمع الدولي. اذا هناك ازدواجية في المعايير، أيضا هناك أيضا رؤية أخرى للمجتمع الدولي في كيفية سرقة حلم الشعب الليبي للانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، وفي نفس الوقت أيضا هناك عين ثاقبة لسرقة ثروات المجتمع الليبي. إذا هناك أيضا مفارقات ما بين 2011 و2019 و20. أيضا في الجانب الآخر، القضية الليبية والأزمة الليبية أصبحت تدارس الآن في منهج العلاقات الدولية في كلية القانون والعلوم السياسية بالجامعات الليبية، وأيضا حتى في الجامعات الغربية، حيث أصبحت نموذجا
يحتذى به في عملية كيفية تدخل القوى الإقليمية والدولية في الأزمة الليبية. هناك سلبيات صحيح، هناك أيضا معاناة، ولكن هناك إيجابيات طرأت على الأزمة الليبية، كيفية ليبيا تؤثر في العلاقات الدولية. شكرا للسادة الحضور. شكرا دكتور إلياس على هذه الكلمة، وإن كان الوقت قصير ولكنها كلمة مؤثرة. أولا السلام عليكم جميعا. أول حاجة نترحم على شهداء عملية بركان الغضب وجميع شهداء ثورة 17 فبراير. كما يسرني أن أرحب بالسيد رماح ووالد الشهيد علي الحسي. أنا شخصيا كنت مع هذا الشهيد أحد أبطال الكورنيت بقوة المساندة لقوات الجيش الليبي المدافعة على العاصمة طرابلس، ويجمعني به بصراحة صداقة، وأتمنى أن يكون من الشهداء. هذا أحد الأبطال الذين نفتخر بهم جميعا بإذن الله تعالى. كما أقول لكم طبعا العنوان الهروب من العدالة وسط تخاذل وزارة العدل. أنا دائما نقول فيها وتراجع الكلمات متاعي، ونقول لكم وزير العدل، وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الخارجية، وأيضا زيد عليهم وزير المواصلات. هذا مش معنا ضدنا. تبوا العدالة وتبوا من يقوم أو يجيب لكم العدل متاعكم، وأنتم حاطين أصلاً إحنا إذا كان إحنا نطالب في محكمة الجنايات الدولية، أكيد دائماً هذه المحكمة تطلع علينا في أوقات وتختفي في أوقات، تطلع تطالب ثم تختفي. وخير دليل على المجرم محمود البنفلي، دائماً هذه المحكمة تطلع تطالب بإدانته وتسليمه ثم تختفي، وهذا الاختفاء يطول طويلاً. أقول للجميع العدالة لن تتحقق إلا بالعدالة سواء الإلهية أو الميدانية، أنا هيك نشوف فيها. أما العدالة اللي نطلبوها إحنا من المحكمة الدولية أو في ليبيا هنا، بصراحة هناك حقائق كثيرة جدا شاهدناها نحن كموجودين على أرض ليبيا. وقبل أن بصراحة نسترسل في كلامي وما نبيش نطول، ايضا ارحب بامر غرفه العمليات الميدانيه بعمليه بركان الغضب العميد سالم بوراوي، كما ارحب بالبطل العميد صلاح بادي على حضورهم وايضا وجودهم في هذا المكان. واقول للجميع نحن مددنا ايدينا للسلام، ولكن دائما هم زي ما نقولوا احنا يردونا للخلف. أقول لمن ذهب يتحاور مع هالمجرمين، أنا طبعا طلعت في قناة التناصح وقلت زوز نقاط، النقطة 4 و5، هذه الحقوق الشهداء والجثامين اللي الآن قاعدة في ترهونة. وأقول لكم عند هذه اللحظة 250 جثة، وأقول لكم الأعداد سوف تتزايد إلى 1500 جثة، هذا على حسب تواصلي مع الهلال الأحمر ورئيس الهلال الأحمر، أن هناك مقابر جماعية لم تفتح بعد وأكثر من اللي فتحت. أقول للجميع علينا ترتيب بيتنا الداخلي، وعلينا أن يكون لنا بصراحة كلمتنا قبل أن نذهب ونتحاور. وهناك نقطتان في الحوار في سواء اللي كاين في بوزنيقة أو في جنيف، وأيضا اللي ماشيين أصلا اللي ماشيين الآن هم بقعمزوا معنا في الحوار، هم نفسهم إحنا خصوم لدينا، وهم مشاركين في الجريمة سواء عن طريق الإعلام أو عن طريق تنفيذ إصدار الأوامر. لهذا أقول لا حوار، والجثث في ترهونة كل يوم في مقبرة جماعية. أقول عليه من بيش نطول، أنا كان نبي نهدرز في طبعا كلام واجد، ولكن أقول عليكم ابتداء من البيت الداخلي وهو بيت الحكومة الليبية وهنا بيت القصيد. أتمنى من الجميع أن يتفهم أن لدينا بصراحة شخصيا نقول لكم في ليبيا العنتوة ما فيش قانون وما فيش عدالة، لأن العدالة تطلع في أحيان وتختفي أحيان كثيرة. وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. في السيدة حواء الرمالي من حراك أمهات، حواء الرملي من حراك أمهات وزوجات الشهداء طالبة الكلمة، ونحن نفتخر بأن لدينا من الحراير أمهات الشهداء وزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم الكثير الكثير، وإن قد من الكثير نوجه لنا التحية في هذا
اللقاء ونطلب منها التوجه إلى المنصة لإلقاء كلمتها، فلتتفضل الأستاذة حواء الرمي. السلام عليكم، أهلا وسهلا بالجميع، شكرا للناس القائمين على الندوة هذه اليوم، بارك الله فيكم، بارك الله في مجهودكم طبعا. أنا حابة نوضح حاجة بالنسبة لي، يعني عضوة في تجمع سيدات نساء مسرات لأجل الوطن، كان لنا تواصل مع لجنة الأرصاد، وعضوة في جمعية الأجيال الواعدة لدعم الجبهات. بالنسبة لي يعني حابة نقول كلمة، أني الناس اللي تواصلنا معهم مشينا من ضمن المكانات اللي مشينا لهم العام الماضي اللي هي لجنة الأرصاد والتقصي، لاحظنا أن هي ما تشتغلش نهائياً لجنة الأرصاد والتقصي. بالتواصل مع أحد المسؤولين في الدولة السبت الماضي وضح لنا أن هو يعني حاجة بشرتني أن هو بدت لجنة الأرصاد والتقصي في الشغل متاعها العام الماضي فقط، اللي هو بعد الزيارة، بعد ما توجهنا لهم طبعاً إن ليش إحنا كحقوق إنسان ما فيش ليبيا، ما فيش تواصل بكل، ما فيش حتى لاحظوا إن مجرم الحرب يرفع في الإعلام متاعها مستواه عالي جداً، إحنا ما عندناش الحاجة هذه. فتوى آخر كلام اللي سمعناه إن في 4 تقارير معدة بحيث إن هي توصل لحقوق الإنسان، والحاجة دي فرحتنا والحمد لله. أنا نبي نتكلم عن حاجة ممكن هي تهم أسر الشهداء، معليش تتبع للحراك، إن إحنا مدايرين الحراك اللي هو نطالب فيه من منبر هذا، نبي نطلب منكم والإذن إني نوجه لأسر الشهداء أنهم يشاركوا معنا في الحراك، أمهات وزوجات الشهداء يتواصلوا معنا على طريق صفحتي الشخصية حواء الرملي أو حرم الشهيد أو أم القرى، يخشوا معنا في الحراك هدايا اللي هو نطالبوا بتفعيل القانون رقم 1 اللي أصدر السيد مصطفى عبد الجليل في 2013-2014، يعني فيه ما يكفل جميع حقوق الشهداء، فيه بالكامل حتى تقسيم الورثة بين الأسرة وبين الزوجة إذا كانت بقت مع الأسرة ولا عدت، فيه يعني كل الحقوق، مش حنجملها توا نظر دي ضيق الوقت، لكن نطالب منكم أنكم أنتم تشاركونا فيها. وحاجة ثانية نبي نقول لكم عليها، أي حد يعرف أسر شهيد أو يعرف أو هو من أسر شهداء وعنده عجز يوفر دواء مرض مزمن، سواء كان سكري، ضغط، كيماوي، علاج طبيعي، يا ريت تتواصل معنا الحراك حتى على صفحتي الشخصية، وإن شاء الله حنوفره له يعني، ويكون على حساب الدولة العلاج يعني. وشكرا، بارك الله فيكم لأنكم أعطيتونا الكلمة، بارك الله فيكم، مشكورين. تفضل أستاذ رمضان. شكرا لك يا سيد بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا القرار صدر في 2013، كنت انا وزير، قدم مذكره بتعديل مرتبات الشهداء من ألف دينار ما يعادل اعلى مرتب الجيش، يعني اعلى رتبه في الجيش تم تحت المرتب 4 3 5. فهذا القرار يسري على جميع الشهداء في الذين قاموا بالمحتاج والمعارك اللي بعد. لم يفعل حقيقه، يحتاج الى تفعيل ومتابعه حتى يتعدل الراتب. انتم عارفين الشهداء في التزوج يعني صار قرار من الناس ايام الميلاد وشهد. شكرا استاذ رمضان زرمو على هذه المداخله. الكلمه الان للاستاذ عمر محمد حداقه، فليتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احيي جميع الاخوه الضيوف واحيي الناس المسؤولين على هذا الملتقى الفعال. اتمنى من الله العلي القدير ان يكون في ميزان حسناتهم، وان نقدم ما نقدر عليه للوطن الغالي الحبيب اللي قدمنا له التضحيات بالمال والنفس والعتاب. والآن أحب أن أوضح بخصوص الأخوة الشهداء والجرحى اللي هو قانون الشهداء. القانون طبعا من 14 مادة، الآن القانون في غياب منتهي مردوم ميت بسبب واحد، السبب هو عدم فاعلية الاتحاد
المسؤول على هذا القانون واللي قدمه لجهات الاختصاص وموقع باسمه. الاتحاد هذا في سبات عميق. الآن حاولنا أن ندر التراب من عليه ونرمي الغطاء من فوقه لكي يظهر للنور. فقمنا بإعداد جلسة يوم 19/10 الأسبوعين اللي فاتن، وللأسف كان الحضور لا يوصل إلى النصاب القانوني، فمددنا الجلسة الأخرى يوم 21/11. وأرجو من الجميع اللي هم منظمات وجمعيات وروابط المشاركة أو اللي هو متكون منها الاتحاد الحضور في هذا التاريخ لاختيار اللجنة الإدارية للاتحاد حتى يرى القانون النور، لأن بصراحة ما تفاعل منه تفاعل منه جزء واحد ولمدة سنة واحدة فقط اللي هو الجانب الصحي ولمدة سنة، أما باقي بنود الاتحاد ولا القانون اللي هو صدر في يوم قانون رقم 1/2014 وصدرت ليه اللائحة التنفيذية من أيام المؤتمر الوطني العام لحد الآن لم يرى النور. وهذا أنا أعتبر مسؤولية هذا القانون على الاتحاد وعلى الأعضاء الروابط والمنظمات الأعضاء، هن اللي ما دورنش قانونهم وما جرنش وراه وما بدلنش الجهد حتى يطلع هذا القانون إلى النور. فمن هذا المكان أدعو جميع الروابط والمنظمات والمؤسسات المكونة للاتحاد الليبي العام لمنظمات وأسر شهداء 17 فبراير لحضور الجلسة النهائية لاختيار اللجنة الإدارية للاتحاد الليبي العام يوم 21/11/2020 موافق يوم السبت في نفس المكان، في هذا المكان بقاعة بهذه القاعة وبنفس المكان. أما من ناحية البنود وما يمر به هذا القانون فما فيش متسع من الوقت أني أنا نشرحه ونوضح لكم، لأنه هو فيه عدة ميزات سواء كان في التعليم أو في الصحة أو في الكهرباء أو في السفر أو في العلاج أو في الدراسة في الخارج أو في المرتب والمنحة سواء كان للشهيد أو لأسرته. ولكن نعرف أيضا أن في هذا القانون في قصور، في قصور شديد، لأنه لا يمثل إلا الدرجة الأولى من الشهداء، يمثل الدرجة الأولى، يعني إذا كان الشهيد متزوج ليه ولأسرته أولاده زوجته وأولاده، ما يشملش الإخوة، ما يشملش بوه وأمه، وإذا كان هو أعزب يشمل البو والأم. يعني عندنا احنا شهدائنا 90% من حرب التحرير ولا غيره هم كلهم ناس عزاب، يعني الملفات تتراكم تسكر تنتهي عليهم، اللي يموت البو والأم انتهي الملف. وهذا للأسف ما ضحيناش احنا ولا راعينا لحرمة الشهداء متاعنا، وما اعتبرناش ان هالناس اللي قدمت التضحية والفداء وهالنساء اللي هن التكالة والأرامل ما اعتبرناش لين، ولا اعتبرنا حتى ان احنا نشجع الأجيال الأخرى باش تقوم بالواجب الوطني وننسى الوطنية متاعنا لأن أهملنا هذه الشريحة. مشكورين الأخوة واسمحوا لي ممكن أطلت، ولكن إن شاء الله اللقاء الجاي حنتواصل ونقدم ما نقدر عليه لإخوتنا وحرايرنا وجميع الناس اللي مستفيدين من هذا القانون. شكراً والسلام عليكم. أولاً بارك الله في من قام على هذه الندوة من مجهودات ومن تواصلات، بارك الله في الجميع وبارك الله في الحضور أيضاً. لكن لي ملاحظة، أنا نقطة نظام لطلبها وليست كلمة، نقطة نظام هذه يعني تولدت عندنا من بعد 4/4. كلما نحضر اجتماع ولا ندوة ولا كذا يحدد انتهاكات حفتر بعد 4/4، والخمس سنوات اللي قضتن المنطقة الشرقية تحت قنابل حفتر لم تذكر على الإطلاق، لم يعرف أنه حكم عسكري إلا بعد مجيئه لطرابلس، وأبناؤنا الذين أخرجوا من القبور ومدننا بالكامل التي هدمت سواء كانت بنغازي أو درنة أو إجدابية أو المنطقة الشرقية،
حقيقة أنا ليس هذا خطابي، وأنتم تعرفوني جيدا أن نطلع في الإعلام خطابي والله لا يمكن أن يتطرق لهذه الأشياء، لكن اضطريتونا اضطرارا، كل من يتكلم عن الانتهاكات، كل من يتكلم عن الحكم العسكري يقول بعد 4/4، بعد 4/4. طيب الخمس سنوات اللي قضيت في المنطقة الشرقية، وإلا في قصة هنا، وإلا تعتبرون أن نحن دواعش وإرهابيين مقابل الكرامة، وهذه تصبح يعني قاسم الظهر، وخاصة لما يتبنى هذا الخطاب النخبة والسياسيين والمسؤولين في ليبيا لا يتحدثون عما حدث في المنطقة الشرقية من 2014 إلى 2019 عندما حدثت انتهاكات حتى في طرابلس. أرجو هذه الملاحظة تؤخذ في العين ولا يصبح أذى لنا. يعلم الله سبحانه وتعالى أنه أذى كبير لنا، كلما نحضر اجتماع يتحدثون عن انتهاكات 4/4، وأبناؤنا الذين قضوا خمس سنوات لا يذكرهم أحد. هذه قصة كبيرة حقيقة، وأنا من قبل طلبت من المجلس الرئاسي ومن الحكومة الموجودة الآن، طلبت منهم اعتذار رسمي لأهل المنطقة الشرقية، لأن يوما ما وصفنا بأننا إرهابيين وأننا دواعش وأنهم باركوا قذف حفتر وقصف حفتر لنا وقتل أبنائنا، باركوه واعتبروه عمل وطني مبارك. أرجو هذه الملاحظة تؤخذ في العين. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذ سعد. البيان الختامي يؤكد المشاركون في ندوة المحاكمات الجنائية الدولية بين السياسة والقانون على التوابط التالية: 1. ليبيا دولة مدنية ديمقراطية مستقلة، مبدأ لا تنازل عنه مهما كانت التضحيات. 2. ضرورة تحقيق العدالة ومحاكمة من أجرم في حق هذا الشعب الليبي، وإنه لا حصان لأحد أمام تطبيق القانون. 3. ندعو السلطات القضائية المحلية والدولية القيام بواجباتها حيال الجرائم التي حصلت على الأرض الليبية منذ إعلان الانقلاب على الشرعية في 14/2/2014 وإلى الآن. 4. وختاماً، نطالب السلطات التنفيذية الليبية بضرورة رعاية أسر الشهداء ومنحهم حقوقهم، وكذلك الاهتمام بالجرحى والرعاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للدكتور إسماعيل. الآن حقيقة هي المنظمة اللي رعت ونظمت هذا اللقاء، المنظمة الليبية لرعاية حقوق الأسرى، حقوق أسر الشهداء، لديها بيان خاص بها بشان يعني عمل بعثة الأمم المتحدة يلقيها الأستاذ محمد عمر حسين أحد المؤسسين لهذه المنظمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله معلم الناس الخير وآله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا بيان المنظمة الليبية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والجرحى حول عمل البعثة الأممية. إننا إذ نتابع ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيسها بالإنابة ستيفاني ويليامز وفريقها لتمرير الأجندات المشبوهة التي تناقض مبدأ العدالة وتعمل على تفكيك عرى النظم الدستورية والقانونية في الدولة الليبية من خلال التدخل السافر والمفضوح الذي وصل إلى حد التآمر بمنح مجرم الحرب حفتر دوراً جديداً في المشهد السياسي الليبي بعد هزيمته العسكرية ومحاولة حمايته من تبعات الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات والمرتزقة في بنغازي وقنفوذة ودرنة وغريان وطرابلس وترهونة. فإننا إذ نستهجن بشدة ونرفض بكل قوة هذه المواقف والسياسات المريبة التي تصل إلى حد التآمر على الشعب الليبي والنيل من سيادة الوطن. إننا نؤكد أن هذه التصرفات والتصريحات والمواقف تخالف وتعارض بشكل صريح وواضح مبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتمثلة في الآتي: مبدأ سيادة الدول وحق تقرير المصير، الفقرة الثانية في المادة الأولى. مبدأ المساواة في السيادة والاستقلال بين الدول، الفقرة الأولى في المادة الثانية. مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية،
الفقرة الخامسة في المادة الثانية، مبدأ عدم التهديد بالقوة أو استخدامها. الفقرة الرابعة في المادة الثانية، مبدأ الالتزام بمقتضيات الأوضاع الدستورية في الفقرة الثالثة في المادة 43، وهي تخالف أيضاً اللائحة الداخلية لعمل موظفي البعثة الأممية في ليبيا، وتخالف أيضاً قرار مجلس الأمن 2009 سنة 2012 الذي يحدد مهام البعثة في ليبيا. كذلك يخالف الاتفاقية الموقعة بين الدولة الليبية والبعثة الأممية، مع أن هذا الاتفاق أو هذه الاتفاقية لم يتم المصادقة عليها من السلطة التشريعية لتدخل حيز النفاذ حسب الإعلان الدستوري والقوانين المحلية النافذة. وإذ نعلن عن كل ذلك نؤكد على ما يلي: نؤكد على أحقية الدولة الليبية في ممارسة سلطاتها على أراضيها واستقلالية قرارها السياسي والسيادي. نؤكد على التمسك بخيار التداول السلمي على السلطة الذي من أجله قامت ثورة 17 من فبراير المباركة. نرفض التدخل الخارجي بكل أشكاله وأنواعه وصوره، لأنه بات جزءاً من المخطط التآمري لفرض مشروع عسكرة الدولة والإجهاز على الإعلان الدستوري والحرمان من الدولة المدنية. نطالب البعثات الدبلوماسية داخل ليبيا بإقصاء مجرم الحرب حفتر من العملية السياسية، وأن محاولة فرضه ستؤدي إلى اندلاع حرب كالتي حدثت قبل اجتماع اغتامس في 4/4/2019. ندين تجاوز كل الأعراف الدبلوماسية والقيم الإنسانية النبيلة والمشترك الإنساني العام، ونذكر البعثة الأممية بمواقفها المتخاذل من المهجرين والمفقودين في المنطقة الشرقية الذين أفرزتهم الحرب مع حفتر، وكذلك ندين عدم اعترافها بوجودهم ومطالبهم وحقوقهم. ندعو إلى إعمال وإنفاذ القانون الدولي والإنساني تجاه الدول التي تخترق السيادة الوطنية الليبية وتهدد السلم والأمن الدوليين، وخاصة في مجال حقوق الإنسان. نطالب بتغيير شروط الاتفاق وبنوده وعدم إقصاء الأجسام الممثلة لخصوم حفتر ومشروعه. نؤكد على أن جميع الأجسام الموجودة في المشهد السياسي غير دستورية وغير شرعية، وأن هذا الحوار هو إطالة الأمد الصراعي بحكومة محاصصة وظيفية تستهدف اقتسام السلطة والمغانم بجدول زمني انتقالي يزيد من معاناة المواطن، ويعرض السلم الاجتماعي للنكبات، ويدخل البلاد في حرب تحرير جديدة لا تبقي ولا تذر. إننا نحذر كل الأطراف والجبهات والأفراد من مغبة الضلوع في هذه المؤامرة المفضوحة التي تعتبر تعدياً صارخاً على الإعلان الدستوري وإهانة السلطات الدستورية، وتجهز على ما تبقى من السيادة الوطنية. إننا نطالب كل الليبيين والليبيات للوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه المؤامرة وهذا المخطط المشبوه. عاشت ليبيا حرة أبية، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار وجرحانا البواسل. صدر في مصراتة 14 من ربيع الأول من عام 1442 الهجري الموافق 31 من شهر 10/2020. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسمة عمر المسعودي، صفة محامية، أحد أعضاء فريق الدفاع عن مجزرة اليرموك، أحد المشاركين في هذه الندوة المقامة بمدينة مصراتة. مشاركتنا أو مشاركتي تتكلم وتتمحور أن من خلال العمل الميداني ومن أروقة المحاكم ومن خلال القضية المتاحة عندي وفي مكتبي، التقاعس كان واضح،
لدرجة أن وصل تخاذل واضح من قبل يعني الجهات القضائية، السلطات القضائية التنفيذية، ما فيش أي تعاون من السلطات القضائية بما فيها التحقيق، القضاء، التنفيذ، ما لقيناش أي تعاون. فمن هذا المنبر أنا أصرح إن كافة السلطات القضائية في القضايا الحساسة زي مجزرة اليرموك، زي الاعتداءات، زي الانتهاكات، زي من 2011 جميع الجرائم كانت واضحة، كانت واضحة وضوح الشمس، ما تبيش دلائل، لكن السلطات غاضة بصرها عن الشيء الواضح. هذا يعتبر في حد ذاته جريمة، يمكن أن يحاسب عليها حتى السلك القضائي. يعني احنا أطالب بالمحاسبة والقصاص من مرتكبي الأفعال أولا، وثانيا كل من تخاذل من الجهات القضائية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا محمد عمر حسين، أحد أبناء بنغازي ومقيم في مصراتة. لبينا اليوم الدعوة لمنظمة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين برعاية بلدية مصراتة ممثلة في عميدها، وتحت استضافة دكتور محمد الفقي شركة حديد والصلب، وتحت إشراف كذلك نقابة المحامين في مصراتة لمناقشة هذا البعد القانوني والسياسي والتعارضات ما بين السياسي والحقوقي والقانوني، وما بين إرادة الشعوب والإرادة الدولية. المجتمع الدولي غير متعاطف مع قضيتنا إلا فيما يحقق مصالحه، ابتداء من إسقاط شرعية المؤتمر الوطني وفرض الصخيرات والتلاعب بالمشهد السياسي وبالأحزاب وتوظيفها. اليوم ليبيا تعاني، وستستمر هذه المعاناة للأسف ما لم نسترجع الوعي ونرسخ الوعي ونسترجع السيادة والشرعية ونصحح مساراتنا ونمنع فبراير حقها في تصحيح مساراتها. هذا الإصرار على المضي قدما بحسب توجيهات المجتمع الدولي والقوى المتحكمة في العالم يفقد الليبيين سيادتهم ومواطنتهم ومعيشتهم ويتدخل في تفاصيل مستقبلهم. اليوم نحن ورصدنا من تدخلات البعثة الأممية في مسودة الدستور ما يزيد عن 58% من المواد فرضت فرض، وهذا انتهاك للسيادة وتعريض لمستقبل الأمة الليبية وللدستور وللنظام السياسي لخطر التجاذبات والانحرافات والإملاءات وانتهاك السيادة. اليوم هذا بعد من الأبعاد الحقوقية التي يناقشها الأبناء، سواء ما تعلق بحقوق الشهداء أو الجرحى. اليوم حصل تنكر للجرحى من البنيان المرصوص إلى قبل فجر ليبيا إلى الحرب طرابلس الأخيرة. هناك جرحى، هناك فقدوا عيونهم، حركتهم كذا. الحكومة ليست معنا، حكومة الوفاق أو هي حكومة الرفاق في الأحصح، حكومة الصخيرات تعتبر جزء من المكتب السياسي للكرامة، فهي ثورة مضادة ليست متعاطفة لا مع شعبها ولا مع أبنائها ولا مع الثوار الذين قاتلوا تحت رايتها. إسماعيل محيشي، أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للندوة القانونية التي بعنوان المحاكمات الجنائية الدولية بين السياسة والقانون. انعقدت هذه الندوة القانونية التي تنظمها المنظمة الليبية لرعاية الشهداء بالتعاون مع نقابة محامين بمصراتة برعاية كريمة من بلدية مصراتة، تتناول موضوع علاقة ليبيا مع محكمة الجنايات الدولية في ظل هذه الجرائم وهذه الانتهاكات التي نشاهد فيها الآن على مر كل المشاهدين، سواء كان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. مقابر اللي حدثت الآن في ترهون، للأسف هناك صمت من قبل السلطات الموجودة في طرابلس، وهناك صمت من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية حول هذه الانتهاكات. نحن وكانت هناك الكثير من الأوراق البحثية تناولت هذا المجال، وفتحت في هذه الندوة جلسة مفتوحة للحوار والنقاشات حول كيفية إحلال السلام والوفاق. في تقديري من أهم النقاط التوصيات التي
التي توصل إليها المتخصصين في هذا المجال، نعم مع السلام مع الوفاق مع الحوار، لكن لابد أن تكون هناك عدالة حقيقية، وأن تكون ولابد من التحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات التي حدثت منذ 2014 إلى حد الآن. وهناك كانت نقطة مهمة وهي دعوة المنظمات الدولية والحقوقية العالمية وكذلك السلطات الليبية، لابد في رفع قضايا في كل من ساهم في زهق هذه الأرواح وفي هذه الانتهاكات التي حدثت في ليبيا، وآخر هذه ما نشاهده الآن مقابر في مدينة ترهونة. وفي تقديري كان هذا فعالية جيدة، وكانوا هناك فيها نخبة من السياسيين ومن القانونيين ومن قيادات عمية بركان الغضب والجماعة من الإعلاميين ومن السياسيين، وكانت فيه هناك وجهات نظر تختلف، كل يتكلم من الناحية السياسية وهناك من يتكلم من الناحية الاجتماعية والقانونية والدبلوماسية. في تقديري كانت التوصيات جيدة، ونتمنى من الجهات والمؤسسات التنفيذية والقضائية في ليبيا أن تأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار، وكذلك توصيات احنا علينا أن نرفع الصوت إلى بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لأن هناك صمت رهيب حول هذه الانتهاكات. ندعو المنظمات الدولية ومحاكم الجنايات الدولية ومجلس الأمن أن يكون له نظرة في هذه الانتهاكات التي حدثت إيمانا للسلام والوفاق والعدالة في ليبيا.